السلام عليكم. هاي المحاضرة راح نتكلم عن مقدمة بسيطة عن الايديال غاز، الغازات المثالية. بالمحاضرات السابقة تكلمنا، قلنا إذا عندنا مواد البيور سبستنس مثل الووتر، الفريون 12، فريون 22، فريون 134، أمونيا، ميثان، هذه مواد عندنا جداولها الخاصه اللي شفناها بالشابترات الاولى وشفنا شلون نستخدمها، وشفنا انه كل ماده تتكون من جدول، يعني جدول للساتشوريتد وجدول للسوبر هيتد. وجدول الساتشوريتد كان اكو ايضا ينقسم الى قسمين، جدول يعتمد على الحقل الاول اللي هو تمبرتشر درجة الحرارة، والجدول الاخر يعتمد على الحقل الاول اللي هو الضغط البريشر. هذه من كانت المواد اللي تكلمنا عليها بالمحاضرات السابقة. اذا جتنا مادة اللي هي الغازات المثالية، الغاز المثالي يختلف الشغل به. الغازات المثالية ما عندنا جداول مثل السابقة، ما عندنا جدول سوبر هيتد جدول ساتشوريتد، عندنا جدول خاص فقط بالغازات المثالية اللي هو هذا راح نشوفه أمامكم. هذا الجدول شباب، شوف هسه ايش قد رقمه، هذا التيبل أمامكم يعطيني هنا الأنواع الغازات المثالية. طبعا هذا أي اسم يجيني من هاي الأسماء بالسؤال فهو غاز مثالي، او احتمال تجيني الفورمولا مالته زين بهالشكل. ينطيني كل اسم، مثلا الهواء هذا هنا ايش ناطيني مونيكيولر ويت زين، وناطيني الار ثابت الغازات، لكل غاز بي ار ثابته، ناطيني الكثافه والسي بي الحراره النوعيه بثبوت الضغط، والحراره النوعيه بثبوت الحجم، والكي اس. شوف هذه كلها شنو هي القيم وشلون راح نستفاد من عندها. هاي مثلا هاي القيم الخاصه بالاير الهواء. الغاز المثالي احنا الشيء من نشتغل بالثرموداينامكس غالبا دائما نشتغل على القانون الاول او القانون الثاني للثرمودينامكس. فاحنا القانون الاول امامنا، احنا هسه شفنا المنظومه اوبن سيستم لو كلوز سيستم، حددنا نوع الماده، خلينا القانون. هسه اريد اطلع الباراميترز اللي موجوده بالقانون الاول ثرمودينامكس. القانون الاول ثرمودينامكس بمجموعه باراميترات، شنو هي؟ مثلا عندي اليو، عندي الاتش، عندي مثلا الاس الفي، كل هذني نستخدمهن بقوانين الثرموداينامكس. هذني منين اجيبهن؟ سابقا كنا نجيبهن من الجدول، نشوف الماده شنو هي ونروح للجدول مالتها، شوف نعرف الحاله مالتها وحتى نعرف يا جدول نستخدم. هنا أنا بالغاز المثالي ما اقدر استخدم تيبلات، عندي التيبل الخاص بالغازات المثاليه فقط، وعندي المعادله، معادله الغازات المثالية اللي هي الـ PV تساوي MRT، pressure مضروب في الفوليوم يساوي الكتلة في ثابت الغازات في الـ temperature. طيب هسه هذه إذا أجا قسم هاي المعادلة قسمها على الماس على الكتلة، فإحنا اتفقنا أنه كل شيء ينقسم على الماس يصير سبيسيفيك. هسه هذه من قسمناها على الماس زين، البي على ما تنطيني شيء، لكن الفي سبيسيفيك على الماء، الفي على الفي على الماس تعطيني في سبيسيفيك زين. هنا أنا قسمتها على الماس، راحت الام ويا الام زين، تبقى الار في التمبرتشر. فانا اقدر اقول المعادله بي في سبيسيفيك في الار تي. هاي شو وقت اذا كانت الماس مجهوله، اذا ما اقدر اطلع قيمه الماس. هنا انا شنو استفاد انا من خليه الفي سبيسيفيك؟ من الفي سبيسيفيك اعرفها الان وسابقا بالمرحله الاعداديه، نعرف انه الكثافه هي مقلوب الحجم النوعي، كثافه مقلوب الحجم النوعي. فاني اذا عندي الحجم النوعي اللي هو الفي سبيسيفيك مجهول، بس عندي كثافه الماده. بس من اجل هنا شوف ثاني هواء ارجون كلها
ال شو اسمه الحق الثالث او الرابع يعطيني الكثافه. فاذا من متوفره عندي الكثافه، اني شنو بس راح اقلبها للكثافه، راح يعطيني الحجم النوعي فيكون موجود عندي. هنا أنا ارتب المعادله، عوض مكان الحجم النوعي، مكان الحجم النوعي عوض الروب هاي المعادله، فصارت بهذا الشكل المعادلة رو تساوي بي على الار تي. نعطيني المعطيات ثابت الغاز، هذا الار الشيء الجديد اللي تعرفنا عليه، يعني احنا الضغط في سبيسيفيك تمبرتشر كلها متكلمين عليها سابقا. الشيء الجديد هو الغاز كونستانت، اللي هذا اما ان نجيبه من التيبل يكون موجود عندي. هسه هذا الار جاهز موجود عندي لكل ماده من المواد، او بعض الاحيان ما ينطيني، ينطيني المونيكولر ويت عفوا، ويريد من عندي قيمه الار. هسه نشوفها بالتمارين شلون نقدر نحولها. هنا اذا فوق اشتغلنا، اذا شفتوا باي ماس، هنا اذا اشتغلنا باي مونيكولر ويت. يعني شنو باي مونيكولر ويت؟ كل ما هنالك معادلة الغازات المثالية الـ PVMRT، شو تصير هنا؟ تصير PVNRT. PVNRT شنو هاي؟ PV الـ V اختلفت، شوف الـ V كتبناها V of U، والـ R أيضا اختلفت كتبناها R of U، ومكان الـ M كتبنا N. الـ M كانت ماس، كتلة الغاز. الـ N هنا شنو هي؟ هي number of mole، number of mole، عدد المولات للغاز اللي المفروض يعطيني اياها. الار نوت هذا الثابت العام للغازات، الار نوت هو الثابت العام للغازات. ايش قد قيمته؟ قيمته 8.314 ثابت لكل الغازات، اي غاز استخدمه اني الار الار نوت مالته او ار اوف يو بالاصح مالته ثابت. يعني هسه اني اريد الار الخاصة مال الهواء، قانون الار شو يقول؟ يقول r of u مقسوم على المونيكولر ويت. هاي الام الكابيتال هي مونيكولر ويت وليست ماس، لانه الام سمول هي الماس. طيب المونيكولر ويت مال كل الغازات ثابتة اللي هي شكد قيمتها؟ 8.3. هذه هسه بقت المونيكولر ويت مال من؟ مال الهواء، لانه انا اريد الار مال الهواء. فاجي للجدول مال الهواء، اشوف هذا الهواء المونيكولر ويت مالته هذا حق رقم 2 او رقم 3، فاذا هذا المونيكولر ويت 28.97، فاجيب ال 28.97 اخليها هنا، راح يطلع عندي قيمه الار. هذا اذا ما كانت الار صريحه نعطيني اياها بالسؤال. راح يجي عندنا فد مصطلح جديد اللي اسمه الكومبرسبيلتي فاكتور زد، عامل الانضغاطية. شنو هذا عامل الانضغاطية؟ جاب الـ PVMRT أو PVNRT هاي المعادلة رقم 5، جابها شباب خلاها هنا زين، ايش ضاف لها؟ ضاف لها Z اللي هو عامل الانضغاطية. قال أنا إذا عندي الضغط وعندي الـ V specific of U وعندي الـ R اوف يو اللي هي ثابته هذه لكل الغازات، وعندي التمبرتشر، راح تطلع لي قيمه زد. اجي اقارن قيمه زد اشوفها اذا قريبه جدا من الواحد، فالغاز هو يتصرف تصرف الغازات المثاليه. اذا تساوي صفر قيمه زد، تساوي صفر فهي غاز مثالي، الغاز اللي تصرفه تصرف غاز مثالي. لا، اذا كان بين الصفر وبين الواحد هذه القيمه، فالغاز يتصرف عذرا ما يتصرف تصرف الغاز المثالي. إذن هذه قيمة الكومبرسيبلتي فاكتور، هذه كأني استخدمها لعمليات التشيكينج حتى نتأكد من هل إن المادة غاز مثالي أو لا. إذا تذكرون بالمحاضرات السابقة قلنا النيتروجين دائما لازم تكونون حذرين من عنده. ليش؟ لأنه النيتروجين طبعا هي أكثر من غاز، مو بس النيتروجين، النيتروجين ممكن يتصرف تصرف غاز مثالي وممكن لا يتصرف تصرف الغاز المثالي. إذا
ما تصرف تصرف الغاز المثالي، راح اضطر ايش استخدم له؟ استخدم له الجداول، عنده تيبلات خاصه حال حال الووتر والفريون 12 والامونيا بي ساتشوريتد وبي سوبر هيتد. لا والله اذا تصرف تصرف الغاز المثالي، طبعا انا ايش اضطر اطبق له؟ اطبق له معادله الغازات المثاليه اللي هي بي في ام ار تي. هسه يبقى شلون اتاكد اني هذا الغاز دا يتصرف تصرف الغاز المثالي لو لا؟ اطبق هاي المعادله بي في زد ار اوف يو في التي، واطلع قيمه زد اقارنها ويا الواحد ويا الصفر وبين الواحد وبين الصفر. هسه واحد يقول اذا اجتني قريبه من الواحد يعني ايش قد؟ يعني 1.1؟ لا 1.1 هذا التصرف غير مثالي. انا اقصد قريب من الواحد هو اذا تلاحظ قريب جدا، قريب من واحد يعني 1. مثلا او او something هذا اعتبره قريب من الواحد، هذا اعتبره تصرف الغاز مثالي. بس 0.9 0.8 0.95 هذا اللي كلهن ما اعتبرهن قريبات، اعتبرهن بين الواحد والصفر، وبين الواحد والصفر هو تصرف غير مثالي. الامور تكون هنا اكثر وضوحا اذا اخذنا التمارين. عاده بالكلوز سيستم احنا قلنا كنترول ماس يعني كتله ثابته، فالكتله الاولى تساوي الكتله الثانيه وتساوي الكتلة الثالثة حسب مراحل السؤال. كم مرحلة بالسؤال؟ 4 مراحل، في الكتل المتساوية. طيب أنا عندي قانون العام للغازات يقول PVMRT، أنا إذا عندي طبقت للحالة الأولى PVMRT وطبقت للحالة الثانية PVMRT، أنا عندي الكتلة الأولى تساوي الكتلة الثانية، فP1 V1 يساوي MRT1، هاي بالنسبة للحالة الأولى قطعا لازم أسميها واحد، وP2 V2 المفروض هنا عذرا هاي المفروض تكون 2، P2 V2 تساوي M2 R2 في الـ T2. طيب أنا أعرف أنه الـ M1 هذه تساوي الـ M2 فساويتهن، من جهة ساويتهن صارت عندي المعادلة صارت بهالشكل، واضحة؟ طيب اذا اجي اباوع هسه اني الار الار1 والار2 هو نفس الغاز، هو كان يكون هو اير هواء او ارغون، هو نفس الغاز بالحاله الاولى وبالحاله الثانيه ما تغير الغاز وظل نفس الغاز، اذا الار الثابت مال الغاز هي ثابته، فعليه ان اقدر اختصر الار1 ويا الار2 فراح تصبح عندي هذه المعادله. هاي المعادله شو كنت اقدر استخدمها؟ اقدر استخدمها في حاله كلوز سيستم الكتلة ثابتة والغاز ثابت ما تتغير، يعني أنا مو أرغون أضفت له هواء، لا اختلفت صارت نوعين من المواد، إذن اختلفت الآر مالتهم، بس هو الأرغون بالحالة الأولى وبالحالة الثانية ظل أرغون لأنه هي المنظومة مغلقة، كل شيء ما خرج من عدا ولا دخل لها في شيء جديد، فهذا إذن يستخدم في حالة الكلوز سيستم والكونستانت ماتيريال. هذه المثالية بسيطة يا شباب توضح لنا شلون نشتغل على معادلة الغازات المثالية. نعطيني غرفة أبعادها طول بعرض بارتفاع حتى تطلع الحجم من عندها، وتحتوي على هواء، تحتوي على هواء طبعا هو غاز مثالي، ونعطيني الضغط 100 كيلو باسكال temperature 25 degree سيليزي، ويقول لي assume air to be an ideal gas، هو قايل لي فرض انه يتصرف تصرف الغاز المثالي، حتى اذا ما قايل لي هو الهواء هو غاز مثالي نتاكد هذه من الجدول نشوفه موجود. راسا اطبق لمعادله الغازات المثاليه بي في ام ار تي، البريشر 100 كيلو باسكال موجود عندي، الفوليوم هو حجم الغرفة لأنه احنا نعرف أنه الهواء يشغل حيز المكان اللي موجود به، فالغرفة طول في عرض في الارتفاع راح يعطيني الفوليوم يكون جاهز. يبقى عندي شنو؟ الماس اللي هو يريدها من عندي، الار مال الهواء منين اجيبها؟ من الجدول اجي هذا الهواء وهاي الار مالته، وينها هذه الار مالته
اخذها مباشرة، فصارت عندي موجوده. يبقى التمبرتشر ايضا هو ناطيني اياها 25 سيليز. طبعا انا بالمعادلات ما استخدم السيليز، استخدم الكلفن، ولهذا جمعتها زائدا 273 هاي ال 25 حتى تطلع 298 كلفن. اعوضها بمعادله غازات مثاليه راح تطلع عندي قيمه الماس. السؤال المثال الاخر ايضا مثال بسيط، هنا ما نطاني كوتين، نطاني مونيكولر ويت. طيب المونيكولر ويت وبعش نعطيني فوليوم حجم للقلي تانكي، الحجم مالته 0.5 كيوبك متر ويحتوي على 10 كيلوغرام اوف ايديال غاز، غاز مثالي. ما قال لي شنو نوع الغاز المثالي، بس قال لي هو يشتغل هو غاز مثالي. فاذا انا عندي حجم، عندي كتله، وعندي مونيكولر ويت، وعندي تمبرتشر determine the pressure، يريد الضغط. فهو هذا غاز، من قال لي غاز مثالي، انا اطبق معادله الغاز المثالي اللي هي بي في ام ار تي. لكن هنا جيت من خل نكتبها البي في ام ار تي. طيب البريشر موجود، البريشر هو ده يريده من عندي، هو المجهول. الفوليوم 0.5 هذا الفوليوم، الماس 10 كيلوغرام، التمبرتشر 25 زائد 273 لازم اجمعها حتى تصير بالكلفن. تبقى عندي الار، اني ار اريدها. الغاز ما اعرفه شنو هو، من اعطاني اياه بالسؤال، يعني من اجل هنا انا شنو وين ادور، ما عندي اسم الغاز حتى اطلع قيمه الار. هاي قيمه الار موجوده بس انا نوع الغاز ما عندي. هو قال لي بس قال لي غاز مثالي، بس شنو طاني؟ طاني المونيكولر ويت. طيب انا اعرف انه الار شو تساوي؟ تساوي الار اوف يو على المونيكولر ويت، مو تمام؟ على المونيكولر ويت. طيب ار اوف يو هذا كونستانت لكل الغازات، 8.3 حكينا عليه ثابت، هذا 8.3. والمونيكولر ويت هو ناطيني اياه بالسؤال 24، اذا راح تطلع عندي قيمه الار. ولهذا بعد ما احتاجت اعرف شنو هو نوع الماء نوع الغاز حتى اروح للجدول، كملت المعادله عندي راح يطلع عندي قيمه البريشر. السايكلز اعتقد لهنا نتوقف من المحاضره حتى ما تكون حجم الملف كبير، ونبدأ بالملفات السايكلز. شكرا جزيلا شباب.